أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلقه وسادة بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة أجمعين وعلى عباد الله الصالحين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أبدأ بأي حديث أقدم بوصية من آيات الله في أن ندخل الأشراف من المراجع الكرام وعلى رأسهم آية الله الماسي علي السيستاني حفظه الله تعالى جميعا. السلام لكم جميعا ولشيعتي آل البيت في أستراليا، لأنهم واقعا كلما أذهب بخدمتهم وكنت بخدمتهم قبل شهرين وأكثر فبلغوا سلامهم وطلبوا مني أن أبلغ سلامهم إلى شيعتي آل البيت في أستراليا وذاكرين أنهم يذكرونهم في حريتهم وأنهم لم ينسوهم من الدعاء. نرجو أن لا تنسوهم أيضا كذلك من الدعاء. At the beginning and before I start my talk, I'd like to convey the special salams and regards of our Maraja, especially Grand Ayatollah Sistani from Najaf al-Ashraf, that and they always remember the Mu'min brothers and sisters in Australia. And in my last visit, which was approximately 2 months ago, they emphasized that they would like their regards to be conveyed and that they pray for everyone every day. الآيات المباركة التي ابتدأت بها هذه الجلسة المباركة بالقرآن الكريم بكلام الله سبحانه وتعالى وبحضوركم المبارك كانت هي الأساس وهي المنطلق وهو ما يريده الله للبشرية جمعاء، وهي ما أكدته الزهراء البتول سلام الله عليها في خطبتها للمهاجرين والأنصار في المدينة المباركة حتى لا يتشتت أمرهم وحتى لا يظهر داعش بينهم. الواقع كانت هذه العبارات واعتصموا بحمد الله جميعا. The holy verses of the Quran that we were blessed to start the forum today by reciting are actually the advice from Allah subhanahu wa ta'ala to our communities of how we are supposed to be and how we are supposed to act in unity. And therefore, we see Lady Fatima salam alayha in her speech that was directed towards Ansar and Muhajirin in Medina. She reminded them that if you don't follow these verses, your matters will be gone and will be destroyed, and Daesh or ISIS will be born.
as we can see today. And the most important verse is وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, and truly all hold tight to the rope of Allah together. وَإِذَا لَأَحَرْنَا أَيْضًا عَلَيْنَا أَنْ نُرَكِّزْ مَا هُوَ حَبْلُ اللَّهِ لِكَيْ نَعْتَصِمَ بِهِ ثم بعد ذلك الآية المباركة تطلب منا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الآيات المباركة التي سمعناها وشرفنا بها أخونا العزيز القارئ الكريم الذي نقلنا إلى عالم تلك الكلمات ومعانيها ولله الحمد, جزاه الله عنا خير جزاء المحسنين وحفظه وحفظكم لكل خير وجعلنا وإياكم جميعا من المعتصمين بحمد الله جميعا ومن الذين يكونون تلك الأمة. We have to concentrate on two important aspects of these verses. The first, we have to understand what is meant by the rope of Allah in order for us to hold tightly to it. Secondly, as the brother with his beautiful voice took us to the spiritual aspects of these verses, the ayah is وَلِتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, and from amongst you create a nation that leads to goodness. So what is this goodness that is expected from us? Hablullah ikhtisaran hatta la udil alaykum mujtama'un fi qawli rasulillah subhanahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam indama qal بتلك الرواية التي هي معترف بها من قبل فرق المسلمين جميعا, إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. To be very brief in answering the two questions, the role of Allah in the most briefest sense is conveyed through the narration from the Holy Prophet ﷺ that is accepted and narration by all groups of Muslims and narrated widely, that he said, I have truly left amongst you two weighty things. One is the Book of Allah and the second are my family, my progeny. ما يترتب على هذا وما ترتب على مخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وآله مما رأيناه مسجلا مع الأسف في تاريخنا الممتد لأكثر من 1000 عام. ولكن نقول علينا أن نتبع هذه الخطى ولتكن منا أمة يدعون إلى الخير. وهذه الأمة إن شاء الله في مال بور تتمثل بكم أيها الأخوة والأخوات العزيزات. I want to go into the consequences of not obeying and listening to the wise words of the Prophet and the unfortunate 1,000 years of calamities that we saw. But I would like to emphasize that we need to follow this advice from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we need to be that nation, the good nation that invites people towards goodness, and that nation in Melbourne is represented by everyone here. ولكن صفات هذه الأمة يأمرون بالمعروف وينهون عن فعلينا جميعا أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر حتى نستطيع
أن نكون دعاة إلى الله فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. And then the same verses explain what are the characteristics of this nation. And the characteristic that mentioned in the holy verses is يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. They involve, they order the good deeds and they forbid the bad deeds. And therefore we have to understand what is ma'ruf, what is a good deed, and what is munkar, what is a bad deed, in order for us to order and to follow the first and to forbid ourselves from the second. من هذا المختصر نعرف مقدار مسؤوليتكم الكبيرة المعاق على عاتقكم وحينئذ هذا كله سيحقق نجاحاتكم إن شاء الله. And from this angle we can understand the great responsibility that's upon every one of you, upon everyone's shoulders, and that heavy weight that you're all lifting by representing and by acting on these verses. And while I keep my prayers for all of you, that Allah subhanahu wa ta'ala fulfills your deed with success, I finish my brief talk so that others have opportunity.